ما غلطتيش قلتي الاندلسي، لان الاندلسي والمالوف هما وجهين لعمله واحده. المالوف القسنطيني، انا من مدرسه المالوف القسنطيني، والحمد لله تعلمنا وخذينا على شيوخ وعلى جمعيات هذا في هذا الفن، هذا الراقي وهذا الفن كما نقولوا، هذا الفن سافان يعني عارفه، موسيقى عارفه. والحمد لله يعني مؤخرا خرجت بصوت منفرد، وقلت لما لا يكون لي لمسة خاصة لشمس الدين جباسي عبر أغاني ملتزمة، خاصة تقيس مواضيع اجتماعية بالدرجة. وال يعني كانت عندك بصمة خاصة في عاصمة، أيام عاصمة الثقافة العربية، لكنك ما احتضنتها قسنطينة، وكانت عندك تكريمات كذلك فعلاً. احكينا شوية. كان هذاك هو أول ظهور شمس الدين الجبازي كصوت منفرد عبر أغنية قسنطينة أم الحواضر اللي هديتها لعاصمة الثقافة قسنطينة وعاصمة العلم والعلماء، اللي كانت الحمد لله بموسيقى وبكلام للعبد الضعيف شمس الدين الجباسي، وكانت عندها صدى كبير وتكرمت عليها يعني تكريم خاص على الأغنية في مهرجانين دوليين، وكنت تكرمت ايضا من طرف القنصل العام الجزائري في ليو على الاغنيه. ونقول ما هي الا اثراء للموروث الثقافي، ليس فقط القسنطيني بل لكل الجزائر.